بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ بإذن الله كويسين. هنتكلم في المحاضرة دي على الـ Sexual Disorders. وقبل ما نتكلم على الـ Disorders نفسها هقولك Definitions مهمة، بعدها هكلمك على الـ Normal Sexual Cycle بتاعة الإنسان علشان نطلع منها الـ Disorders. طيب، أول Definition معانا هو Sex or Physical Gender، الاتنين واحد. ده عبارة عن Biological Characteristics Defining Male and Female، صفات بيولوجية بتقسم لي الناس لنوعين، ذكر وأنثى. الصفات دي بتكون عبارة عن كروموزومز، الميل عنده XY كروموزوم، الفيميل عندها XX كروموزومز، تمام؟ طيب، عندنا بعد كده جندر. الجندر ده عبارة عن cultural values and rules، قيم وقواعد مجتمعية based on sex، مبنية على أساس الجندر. زي ايه؟ زي مثلا ان الرجاله بيتحملوا مسؤوليه الستات. طيب، عندنا بعد كده حاجه اسمها جندر ايدنتيتي، الهويه الجندريه، الجندر ايدنتيتي. انا ما بحبش الترجمه على فكره. المهم، دي بتكون internal framework، حاجه داخليه، organizing self concept، self concept اللي هي نظره الانسان لنفسه، about identifying as a male or female. الإنسان بغض النظر عن كونه physically male أو female، هو بيبص لنفسه على أساس إن هو male ولا female. ممكن يكون في ناس زي الأشكال اللي إحنا بنشوفها الزمن ده بيكون male بس identify himself as a female، ده طبعا disorder، تمام؟ طيب، عندنا بعد كده حاجة اسمها eroticism. الإيروتيسيزم دي هي قدرتك على إن أنت ت experience sexual desire, sexual arousal, sexual orgasm and sexual pleasure. قدرتك على ان انت تحس بالرغبة الجنسية، arousal استثارة، orgasm نشوة، pleasure سعادة. definition بعد كده اسمه sexuality، والsexuality هي كل اللي احنا قلناه فوق مجتمعين، هي الجندر والجندر identity والإيروتيسيزم والsexual orientation. بتتكون ازاي السexuality؟ بتكون نتيجة لـ biological factors، psychological factors عوامل نفسية، socio-economic عوامل مادية واجتماعية، cultural لها علاقة بثقافتك والمجتمع اللي انت عايش فيه، religious بالدين اللي انت مؤمن بيه، ethical بالأخلاق، تمام؟ يبقى عوامل بيولوجية، نفسية، اقتصادية، مجتمعية، دينية، أخلاقية بتحدد ال sexuality بتاعت الإنسان. طيب، ال sexuality دي experienced and expressed، الواحد بيحسها وبيعبر عنها وبتبان على الإنسان in what we think, feel and do. يعني ممكن من أفكار الإنسان وأحاسيسه والتصرفات ال behaviors بتاعته تحدد ال sexuality بتاعته. أوكي يا شباب؟ طيب، عندنا بعد كده حاجة اسمها sexual health، الصحة الجنسية. ال definition not only about absence of a disorder، يعني مش علشان الواحد يكون sexually healthy بس يكون ما عندوش disorder، لا، في حاجة كمان، ان هو يكون عنده القدرة على expression of sexual capabilities، يعبر عن قدراته الجنسية، تؤدي الى، والتعبير ده يؤدي الى wellness، ان الانسان يكون كويس، and enriching individual's life، تعمل boost في حياة الانسان. اوكي يا شباب، دي كانت definitions نعرفها في الاول قبل ما نبتدي المحاضرة. الإنسان بتتكون لي من 4 stages. الـ appetitive stage، المرحلة دي بتغلق from minutes to hours، بيحصل فيها إيه؟ بيحصل فيها sexual fantasies، تخيلات جنسية، and desire to have sexual intimacy، رغبة جنسية. أوكي يا شباب، تاني مرحلة الـ excitement stage، مرحلة الاستثارة، وممكن يتقال عليها foreplay. المرحلة دي بيحصل فيها penile erection بالنسبة للميل، بالنسبة للفيميل بيحصل vaginal lubrication، في glands في الفاجينا بتبتدي تعمل replication، nipple erection، vaso congestion of female external genitalia، الدم بيتحبس فيها، breast engorgement، وعند الميل برضو بيطلع fluid at the tip of the penis علشان يهيئ لخروج السبيرمز ويغير الأسيدسي بتاعة المكان. طيب، المرحلة الثالثة اللي هي الأورجازميك ستيج، المرحلة دي بتقعد من 5 لـ 15 ثانية. إريكشن إيه؟ سوري، بيحصل فيها إيجاكيويشن. أوكي، بيحصل فيها في الميل بيحصل إيجاكيويشن and involuntary pelvic contractions،
بالنسبة للفيميل، ده بالنسبة للميل ejaculation و involuntary pelvic contractions، عضلات الحوض بتنقبض بشكل involuntary. بالنسبة للفيميل بيحصل نفس الكلام، بس الفيميل ما عندهاش ejaculation فبيحصل لها contraction في ال outer one third of the vagina and involuntary pelvic contractions. اوكي، عضلات الحوض بتنقبض. المرحلة رقم 4 resolution stage، الواحد بيحس فيها بال relaxation and well being. دي النورمال سيكشوال سايكل، منها هنطلع الديس اوردر. سيكشوال ديس اوردر يعني في مشكله في ستيج من الستيجز دي. ممكن يكون في مشكله في الابتيتيف ستيج، الواحد هاف نو سيكشوال ديزاير اصلا. ممكن في مشكله في الاكسايتمنت ستيج، الواحد عنده سيكشوال ديزاير لكن مثلا عنده سيكشوال انكومبيتنس، مش قادر يعمل اكسايتمنت. ممكن يكون في مشكله في الاورجازمك ستيج، البيشنت اوكي عدى بكل اللي فات ولكنه مش قادر يوصل للاورجازم. مشكلة في resolution state، البيشنت برضو عمل كل اللي فات ولكن بعد ما خلص ما حسش ب relaxation and well being، بل حس ب guilt و grief وهكذا، ندم وزعل وهكذا. اوكي يا شباب، نبدأ في أول disorder معانا يا شباب. كنا اتفقنا إن كل stage ليها disorder، احنا هنتكلم دلوقتي في ال appetitive stage disorder. disorder of sexual desire هتبقى low sexual desire. عندنا disorder اسمه sexual aversion disorder او hypoactive sexual desire. ال disorder ده بيتميز بايه؟ بيتميز ب absence of sex drive، الواحد ما عندوش رغبة جنسية خالص. ولكن قبل ما تبتدي تشخص ده، خليني اقولك ان ال disorder ده لازم يكون سببه psychological بحت، يعني تستثني اي سبب other psychiatric illness، زي مثلا لو حد عنده depression. الدبريشن ده هيعمل له absence of sexual desire ولكن مش sexual aversion disorder. الدبريشن ده حاجة لوحده، هعالجه معالجة الدبريشن، تمام. انما ال sexual aversion disorder البيشنت بيكون سليم من اي medical condition تحرمه من ال sexual desire، ومن اي psychiatric condition اخرى تحرمه من ال sexual desire، تمام يا شباب. طيب ال patient اللي عنده sexual aversion disorder بشكل عام بيتميز ب lack of self confidence، ما بيكونش عنده ثقة في النفس، وبيكون دايما avoiding social situations، بيتجنب المواقف الاجتماعية. ال disorder ده للأسف common in married couples، في الناس المتزوجة، وبيأثر على ال women more than ال men بريشيو 2 to 1 تقريبا، يعني بيصيب الستات ضعف ما بيصيب الرجال. وكمان 75% of all sexual disorders in women is sexual aversion disorder، يعني ده أشهر disorder ممكن يجي للفيميل. طيب سببه ايه؟ سببه ممكن يكون ان الشخص حصل له قبل كده sexually victimized، كان ضحية اعتداء جنسي، او ممكن الشخص عنده unpleasant memories about sex، او ممكن الشخص عنده false beliefs، معتقدات خاطئة about sexual intimacy. اوكي طيب، انا اعالج السكشوال افيرجن سوري اعالج السكشوال افيرجن ديس اوردر ده ازاي؟ العلاج مينلي سايكولوجيكال، لان اتفقنا ده حاجه سببها سايكولوجيكال، عنده تروما هحاول اصلحها له، عنده بليفز خاطئه هحاول اصلحها له. اوكي يا شباب، في علاج ميديكال، ولكن العلاج الميديكال بيستخدم للمشاكل اللي هي الديس اوردرز الجايه، مشكله في الاراوزل، ممكن يستخدم في السكشوال افيرجن. زي مثلا لو في الميل ممكن نستخدم السيلدينافيل اللي هي الفياجرا، بس دي برضو زي ما قلت بتستخدم افضل كعلاج المشاكل في السيكشوال اراوزل. في الفيميلز دراج اسمه بريميلانتويد، بس ده مشكلته ان هو بيكون انجكشن، يعني حقنه، وبيعالج الاثنين، بيعالج في السيكشوال افيرجن وكمان بيعالج الديسوردرز بتاعه السيكشوال اراوزل اللي احنا هناخدها الديسوردر الجاي اللي بعد ده في الستيج الجاي، بس مشكلته زي ما قلت ان هو انجكشن. اوكي يا شباب، وبالمناسبه الميكانيزم اللي بيشتغل بيها حتى الان مش مكتشفينها قوي. يعني تاني ديس اوردر عندنا يا شباب هي مشاكل في السكشوال اراوزل، ودي بتكون ديس اوردر في ستيج 2 من السكشوال سايكل اللي هي الاكسايتمنت. اوكي طيب، الاكسايتمنت دي كان بيحصل فيها penile erection و vaginal lubrication وهكذا، فالطبيعي ان في الديسوردر مش هيتحقق عندي الكلام ده، فهيحصل للانسان erectile disorders او erectile dysfunction، واللي هي failure to
maintain erection sufficient for vaginal penetration. الإنسان بيكون مش قادر إن هو يحافظ على البينايل إريكشن ده إذا كان حصل أصلا بينايل إريكشن. عندنا نوعين، primary erectile dysfunction و secondary erectile dysfunction. البرايمري بيكون البيشنت عمره في حياته ما حصل له إريكشن، never experienced erection and this is rare، ده disorder نادر. السكندري هو لا، بيكون إنسان سليم كان بيحصل له إريكشن عادي فجأة الموضوع باظ. طيب 50% من الديسوردرز اللي بيشتكي منها الميلز بتكون عبارة عن erectile dysfunction، زي ما كان 75% من اللي بيشتكوا منه من اللي بيشتكي منه الفيميلز هو absence of sex drive. طيب لكن في شيء برضو، أنا علشان أشخص إن الشخص ده عنده psychological erectile dysfunction وأنا كسايكاتريست أقدر أبدأ أعالجه، لازم أرول أوت إن هو عنده أي medical condition عاملة له erectile dysfunction. ساعتها أنا كسايكاتريست ماليش دعوة بيه. زي إيه؟ ممكن مثلا الدايابيتس تعمل erectile dysfunction، ممكن مثلا side effect لأي medication، وفي برضو أمراض psychiatrist تعمل erectile dysfunction زي الدبريشن، بس ساعتها انا هتعامل معاك كمعالجة depression مش كمعالجة لل erectile dysfunctions. طيب علشان اتأكد برضو بعمل ايه؟ بعمل الواحد sleep study، بشوف وهو نايم بيحصل له erection اثناء النوم ولا لأ، لان في الطبيعي في الميلز بيحصل لهم penile erection في sleep stage رقم 5 اللي هي ال rapid eye movement sleep، معينا بالكلام ده، ده بيحصل بشكل normal. لو ال patient اثناء ال sleep حصل له erection لكن اثناء الحياه وقت ما يعوز ما حصلوش اريكشن، كده انا اقدر اتاكد ان تمام دي مشكله نفسيه مفيش اي مشكله عضويه. لكن اذا كان البيشنت حصل فيلير تو اريكشن اثناء السليب اثناء النوم ما حصلش اريكشن، كده لا كده في مشكله اورجانيك. تمام يا شباب؟ طيب في الفيميل برضو فيميل اراوزال ديس اوردر بيحصل فيه failure to maintain vaginal lubrication، وممكن يحصل فيه vaginal spasms، الفاجينا تعمل spasm خاصة في الـ outer one third، في التلت الأمامي من الفاجينا يمنع دخول أي penetration. طيب يا شباب، وبيبقى برضو associated بالـ dyspareunia، dyspareunia اللي هي pain أثناء العملية الجنسية. treatment طبعا mainly psychological، وكمان في الفيميل على فكرة لازم أتأكد إن مفيش أي medical condition هي اللي مسببة الكلام ده. treatment psychological لأن اتفقنا ده مرض في الأساس نفسي، أنا هشوف إيه السبب اللي مسببه وعالجه. طيب medical، وهنا بقى الأدوية الميديكال بتستخدم فعلا. عندنا في الميلز السيلدينافيل وده بيستخدم بكثرة اللي هي الفياجرا، وعندنا البريميلانتويد. البريميلانتويد قلت لكم عليه برضو في ال disorder اللي فات، ده بيكون injection وده عيب ليه إن هو injection، يعني أصعب من إنه يكون oral pills. الميكانيزم بتاعته مش مفهومة قوي، ولكنها بتلعب في السي ان اس وبيمسك ريسبتورز معينة وهكذا. ايه كمان؟ اوعى حد يلخبط ويكتب حاجة الجندر مكان التاني، يعني سلدينافيل ده للميلز، البريميلانتويد ده للفيميلز. اوكي، في ادوية تانية للفيميلز بس اللي بيكون efficient قوي هو البريميلانتويد. ادوية اخرى عامة بتكون ايه يعني الميكانيزم بتاعها سخيف شوية، أغلبها بيكون supplements فيتامينات وهكذا، وفي منها حاجات بتعمل congestion في ال external genitalia في الفيميل، بتحاول يعني تجهز المكان لأن هو يستعد ل sexual intercourse. بس ال premilantoid حاجة أكتر حاجة فعالة يعني. أو كنت بقولك ما تلخبطش، ما تكتبش بتاع الفيميل للميل وبتاع الميل للفيميل، لأن ده هيعمل مشاكل كبيرة يعني. وكان في ناس كان في ناس متخلفة فاكرة إن الفيميلز ينفع ياخدوا سلدنافيل اللي هي فياجرا برضه. اوكي يا شباب، ده كان تاني disorder of sexual arousal. ال disorder اللي بعد كده يا شباب هو هيكون disorder of orgasm. ايه المشكلة في الاورجزم؟ ان هو ممكن ما يجيش، delay or absence of orgasm in male and female. وعند الميل ممكن يحصل حاجة اسمها premature ejaculation اللي هو الاورجزم بيجي بدري جدا from very little sexual stimulation. اوكي، بيوصل للأورجازم from very little sexual stimulation. طيب خد بالك في ال delayed or absence of orgasm in male لازم تفرق بينها وما بين حاجة اسمها retrograde ejaculation. في ال retrograde ejaculation بيحصل ejaculation فعلا، ولكن ال sperms مش بتخرج بره لليوريثرا، لا دي بترجع جوه لليورينري بلادر، فبيحصل أورجازم
والسبيرمز بتخرج عادي والسيمين بيخرج عادي، ولكنه بيرجع لليورينري بلادر مش بيخرج لليوريثرا. اوكي يا شباب، فتاخد بالك لو في ديليد اور ابسنس اورجازم في الميل لازم تخلي بالك من دي. طيب في الفيميل اسبابه بيكون مينلي سايكولوجيكال، وممكن يكون برضو مربوط باسباب فيزيكال تاخر الاورجازم، زي مثلا اي ميديكال كونديشن، ممكن الحاجات اللي بتعمل لك ديسبارونيا اللي هو بين اثناء السكشوال انتركوز، وايه كمان وبس كده. البريماتور ايجاكوليشن مفيش قصاده حاجه للفيميل، يعني مفيش فيميل بيحصل لها بريماتور اورجازم. التريتمنت بتكون سايكولوجيكال، ده مينلي طبعا لان الامراض دي بيكون اساسها في الاساس سايكولوجيكال. وفي ميديكال، والله في ادويه بتعالج الديليد اورجازم بتخليه يجي بدري شويه، اللي هي الادويه ايه، انتي باركنسونز ديزيز. لاحظوا ان الانتي باركنسونز ديزيز اللي هي بتكون دوبامين اجونست، الدوبامين اجونست الدي ايه اختصار الدوبامين مش اختصار اجونست، الدوبامين اجونست بتساعد شويه في ان هي تبدر الاورجازم لما يكون متاخر سواء في الميل او في الفيميل. بالنسبه للميل فللبريماتور ايجاكوليشن ليها ادويه كتيره كتيره جدا يعني، بس ممكن الواحد بيستخدم الليدوكاين. الليدوكاين مخدر بيعمل ايه، بيقلل الاستيمولاي اللي داخله من البينس، علشان كده يقلل السكشوال درايف اللي داخله فما يحصلش ايجاكوليشن بدري. وممكن طبعا يستخدم السيلدينافيل، واعتقد ان السيلدينافيل بيستخدم بشكل افضل يعني عن الليدوكاين. وفي ادويه كتيره جدا جدا جدا. اوكي يا شباب، ده كان ال disorder of orgasm. احنا كده خلصنا 3 disorders للتلاتة، لأول 3 stages. رابع stage ال disorders بتاعتها ان الواحد بعد عملية ال ejaculation بدل ما يحس ب pleasure بيحس ب shame و guilt. ده يعني ده شيء نادر جدا، وبيكون لأسباب أخلاقية أو دينية أو مجتمعية، كل الأسباب نفسية يعني. etiology of sexual disorders، اللي ممكن يعمل لنا sexual disorder وكأننا ما قلناش يعني. عندنا سببين، سبب medical وسبب psychological. احنا كسايكاتري اهتمامنا بالسبب السايكولوجيكال وعلاجه، ولكن السبب الميديكال ما ينفعش يتم تجاهله ابدا ابدا ابدا، لان هو بيمثل نسبة كبيرة جدا من السيكشوال disorders. فاكر لما قلت لك ان 50% من شكوى الميلز بتكون عبارة عن erectile dysfunction؟ طيب ايه رأيك ان 75% منهم عندهم سبب فيسيولوجيكال، بيكون مشاكل في الاغلب في الكارديو فاسكولار سيستم. اشهر مشكلة في الفيميل الانورجازميا اللي هو delayed or absence of orgasm، سببها الرئيسي بيكون برضو medical or physiological. منها اكتر حاجة المال نيوتريشن، الفيميلز مشهورين بان عندهم مال نيوتريشن كتير. surgeries، جراحات، برضو الفيميلز بتعمل جراحات اكتر من الميلز بكتير قوي. ايه كمان، side effects لميديكيشنز، ودي برضو الفيميلز بيستخدموا ادوية اكتر من الميلز. ممكن يكون عندنا psychiatric disorder، مشاكل زي الاكتئاب والشيزوفرينيا، وادويتهم تعمل لك sexual disorder. اوكي، ولكن احنا مش بنشخصها كsexual disorder، احنا بنشخصها كpsychiatric disorder. حد عنده depression بشخصه كdepression عادي وبعالجه كdepression. تمام، اسباب نفسية بقى تانية، الستريس، الضغط يعمل لك sexual disorders. في الفيميل الانورجازميا والديسبارونيا اللي هو البين اثناء السكشوال انتركوس، ممكن يجي بسبب fears of impregnations، البنت خايفة انها تحمل. اوكي، فيعمل لك vaginal spasms وهكذا. سبب psychological تاني rejection by sexual partner، ده يعمل sexual disorders. اوكي يا شباب، طيب علشان management of sexual disorder، انت دلوقتي شخص psychiatrist وعندك مريض، انت خلاص اتأكدت انه ما عندوش اي medical condition وهتبتدي معاه علاج نفسي. اول حاجة انت لازم تاخد الهيستوري من المريض without shame or embarrassment، من غير خجل او كسوف. تمام، وانت اوعى تظهر ان انت خجلان او مكسوف خالص، لان البيشنت ذات نفسه ممكن يكون مكسوف، ولو لاحظ ان انت كمان مكسوف البيشنت هيتكسف اكتر، فبالتالي العلاج هيفشل. Don't apologize for asking questions، ما تتأسفش لو هتسأل أسئلة قليلة الأدب للبيشنت. اوكي، البيشنت كده برضو هيحس ان في حاجة غلط وهيتكسف يجاوب، او هيجاوب إجابة مش كاملة. تمام، طيب both partners need to attend the sexual therapy. المشاكل السكشوال ديس اوردرز بتكون طبعا في اتنين متزوجين،
لازم الاتنين البارتنرز يكونوا اتندنج، ما ينفعش العلاج يتم لشخص واحد، لازم الاتنين. العلاج بيتم عن طريق ان انت بتديهم هوم وورك اساينمنتس، حاجات يعملوها في البيت لما يروحوا، وممكن تستخدم ادويه فارماكولوجيكال يعني زي تحسين شويه كده لحد ما تظبط الدنيا نفسيا. وفي علاجات سيرجيكال بس دي مش لاسباب نفسيه، يعني العلاجات السيرجيكال دي بتستخدم لو في سيفير ميديكال كونديشن تمنع ان يحصل اريكشن خالص مثلا، ساعتها ممكن نركب دعامه وهكذا. اوكي يا شباب، طيب احنا فاضل لنا حاجه واحده بس في السيكشوال ديس اوردرز وهي البارافيليا. بس قبل ما نتكلم عن البارافيليا هنتكلم عن حاجه اسمها جندر ايدنتيتي ديس اوردر. دي حاجه برضو بقينا نشوفها كتير الايام دي. جندر ايدنتيتي ديس اوردر او جندر ديسفوريا، الواحد ما بيعجبوش الجندر بتاعه، يعني ميل يقولك لا يا جماعة أنا مش ميل أنا في ميل، وفي ميل تقولك لا يا جماعة أنا مش في ميل أنا ميل. الديسوردر ده بيبتدي في الشايلد هود. ليه؟ لأن أثناء فترة الطفولة الجندر بتاع الواحد هو اللي بيتكون، الواحد بيعرف إن هو ميل وعليه أدوار كذا وكذا وكذا، والواحدة بتعرف إنها في ميل وعليها أدوار كذا وكذا وكذا، فممكن الموضوع ما يعجبهمش ويفضلوا بعقدة ساعتها ويعوزوا يتحولوا إلى الجنس الآخر. الديسوردر ده منتشر في الفيميل أكتر من الميلز. الاصحاب الديسوردر ده في الاغلب بيعملوا حاجه اسمها ترانسكسواليزيشن، يعني بيتحول للجنس الاخر عن طريق ان هو بيعمل ايه، جيتنج ريد اوف برايمري اند سكندري سيكشوال كاركترز. لو ميل بتلاقيه راح اخد لك استروجين وبروجستيرون، ولو في ميل بتلاقيها راحت اخدت لك انابوليك ستيرويدز، وبيعملوا ايه زي شيفتنج كده، دي السكندري سيكس كاركترز بتتغير. بعد كده بيعمل لك عمليات تحويل وشويه يغير لك ايه السكس اورجانز بتاعتهم. طيب الجندر ايدنتيتي ديس اوردر ده ديس اوردر طبعا مش حاجه طبيعيه خالص وموجود، انما كعلاج انت كسايكايتريست لازم اصلا البيشنت يكون عايز يتعالج. يعني لو البيشنت مش عايز يتعالج وفرحان وهو كده انت مش هتقدر تعالجه للاسف. لكن لو البيشنت عايز يتعالج مثلا، حاسس بالديس اوردر وحاسس بخطورته وراح ليك كسايكايتريست ويتعالج، فانت هتعالجه ايه، كوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، هتحاول تظبط له الافكار وتعيد بناء شخصيته وهكذا، يعني كلام يعتبر سهل شويه بس حظا موفقا بقى في ان البيشنت يقتنع بيه. طيب لازم برضو ترول اوت شيزوفرينيا، تستبعد الشيزوفرينيا، لانه مريض الشيزوفرينيا ده ممكن يكون في عالم تاني اصلا غير اللي احنا فيه، ففي العالم ده هناك هو بنت انما هو في الحقيقة ولد. اوكي يا شباب، البارافيليا يا شباب هي ديس اوردر بنسميه سيكشوال ديفيشن، انحراف جنسي، بيكون الشخص فيه عنده رغبات جنسية غريبة اوكي وغير طبيعية. في 3 aspects، 3 حاجات علشان اشخص الحاجه دي على انها بارافيليا، رغبه جنسيه غير طبيعيه. اول حاجه انها تكون not accepted culturally، يعني المجتمع والدين مش قابلينها. causes harm، تسبب ضرر سواء لصاحبها او للشخص اللي بيتمارس معاه. causes distress، بتسبب توتر للشخص صاحب البارافيليا ده، بيحس ان هو مش طبيعي وهكذا. طيب اول بارافيليا عندنا حاجه اسمها exhibitionism. في الديس اوردر ده الشخص بيحصل على السيكشوال اراوزل عن طريق ان هو يوري الجينيتالز بتاعته تو ا كومبليت سترينجر، يعني يجي على شخص غريب ما يعرفوش ويوريه الجينيتال اورجانز بتاعته، ده اللي بيعمل له سيكشوال اراوزل. احنا بنشوف كده على فكره بتحصل الايام دي برضو، الاكسبيشنزم دي موجوده. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها فيتشيزم، ان يكون شخص عنده فيتش بمعنى ان يكون عنده رغبه فور non human object، يعني يكون عنده فيتش ل non human object هو اللي بيعمل له sexual arousal، وما يقدرش يحصل على sexual arousal بدون هذا الاوبجكت اوكي، والاوبجكت ده بيكون non human يعني مش انسان. بيدوفيليا، طبعا البيدوفيليا غنية عن التعريف، هي ان الشخص بيكون عنده ميول جنسية ناحية الاطفال. هوموسيكشواليتي، الشذوذ الجنسي، ان الشخص بيكون عنده ميول جنسية ناحية السيم جندر. حاجة اسمها ترانسفيستيك فيتشيزم، ده الشخص فيها بيكون عنده فيتش لإن هو يدرس as the opposite gender، يعني لو ولد تلاقيه بيحصل على السيكشوال اراوزل عن طريق إن هو يلبس هدوم البنات، والعكس بنت تحصل على السيكشوال اراوزل عن طريق إنها تلبس هدوم الولاد. فويريزم، الفويريزم ده بيكون disorder، البيشنت بيحصل على السيكشوال اراوزل عن طريق only observation of other sexual activity،
يعني هو بيحصل على sexual arousal لما يتفرج على sexual activity خارجي. اوكي طيب، ساديزم الساديه ان الشخص يكون بيحب يعذب السيكشوال بارتنر بتاعه. المازوخيزم عكسها، ان الشخص يحب يتعذب من السيكشوال بارتنر، من السيكشوال بارتنر التاني. فروتوريزم ده ديسوردر غريب شويه، الشخص فيه بيحصل على سيكشوال اراوزل عن طريق ان هو يعمل رابنج للجينيتالز بتاعته اجينست نون كونسنتنج بيرسون. اوكي اجينست نون كونسنتنج بيرسون. طبعا البارافيليا في منها كتير جدا، احنا قلنا بعض الامثله بس. بعد كده هقول لك ايه ممكن يسبب البارافيليا، ايه الايتيولوجي بتاعتها وازاي نتعامل معاها. ايتيولوجي اوف بارافيليا، ايه اللي ممكن يسبب للانسان بارافيليا؟ السبب الرئيسي حاجه اسمها ليرنينج ثيوري، نظريه التعلم، ان الواحد بيتعلمها. طيب بيتعلم الشيء الغريب والرغبه المختله دي منين؟ في الاغلب بيكون بسبب no access to normal relationship. okay ال patient بيكون ما عندوش اي access to normal relationship، باختصار يعني مش عارف يتجوز، فبيبتدي تفكيره يروح ناحية الحاجات اللي موجودة، الحاجات اللي حواليه اللي ممكن تساعده في ان هو يفضي ال sexual desire. تمام، بس الحاجات دي بالنسبة له بتبقى distressing وبتبقى غريبة بالنسبة له وما بيبقاش حاببها، فبيحاول ان هو يسبرس this desire، attempt to suppress the desire. طيب بيعمل ايه علشان يسبرس ال desire؟ بيعمل masturbation اللي هو solo solo sexual activity، بيعمله لوحده يعني. فالمخ بعد كده بيعمل pairing ما بين ال paraphilia وال masturbation، وال masturbation طبعا يتبعه orgasm. اوكي فالمخ بيربط ما بين ال paraphilia اللي هي الرغبة الجنسية المختلة اللي عنده مع ال masturbation وال orgasm، فبعد كده بيعمل intensifying للبارافيليا، البارافيليا بتزيد اكتر بسبب ان الاورجازم ده بالنسبة للمخ يعتبر ريورد، فالواحد بيفقد التحكم فيها. يعني الموضوع بدأ بان شخص ما عندوش اكسس لنورمال ريليشن شيب، فابتدى يبص لحاجات حواليه، ده طبعا مش عذر ولا حاجة ولكن ده بيحصل للأسف. فالموضوع ده بالنسبة له بيبقى مزعج، فبيحاول يسبرس الديزاير دي. ومش شرط على فكرة يبتدي بنو اكسس تو نورمال ريليشن شيب، ممكن يكون عنده اكسس وكل حاجة، او ممكن يكون السبب اللي جابها له هو ان في حد تاني زرع افكار في دماغه وهكذا. المهم ان الفكرة وصلت لدماغه بطريقة او باخرى، حاول يعمل لها سبريشن، عمل لها سبريشن بالماستربيشن، حصل العكس. ايه اللي حصل؟ المخ ربط ما بين البارافيليا اللي في دماغه دي والماستربيشن اللي كان بيعمله والاورجازم، فأدى إلى intensifying paraphilia لأن الأورجازم يعتبر reward بالنسبة للمخ، فالواحد فقد التحكم في البارافيليا. طيب ممكن يكون ليها سبب تاني، poor impulse control. أوكي طبعا انتوا عارفين ال impulsive behavior وال compulsive behavior، هو الواحد مش قادر يتحكم في ال impulsivity بتاعته فمارس البارافيليا. أو ممكن antisocial personality disorder، ده الشخص اللي بيحب ينتهك حقوق الآخرين، يكون عنده البارافيليا بتاعت الريب، الاغتصاب او البيدوفيليا، عايز يأذي الناس وخلاص. طيب في سبب بيولوجيكال ممكن يكون ريليتد للبارافيليا، لاحظوا ان الناس اللي عندهم الفانتازيز بتاعت الريب، الاغتصاب او البيدوفيليا بيكون عندهم دايلاتيشن في التمبرال هورن، خاصة الرايت تمبرال هورن بيكون دايلاتد اكتر من الناس الطبيعية، ولكن ده طبعا يا شباب مش عذر ولا حاجة. وبرضو في الهوموسيكشواليتي الشذوذ، لاحظوا ان الهوموسيكشوال ميل، تمام الميل الهوموسيكشوال ودي الفيميل، انا راسم لا ده الفيميل وده الميل، انا متلخبط في السامبلز. المهم لاحظوا ان الهوموسيكشوال فيميل الالكتريكال برين اكتيفيتي بتاعها شبه النورمال ميل، والهوموسيكشوال ميل الالكتريكال اكتيفيتي بتاع البرين بتاعه شبه النورمال فيميل. اوكي طيب، لكن طبعا البيولوجيكال ده مش سبب يا شباب، بل ده بيكون ادابتيشن على حسب طريقة التفكير. يعني اللي بيحصل الاول التفكير والليرنينج، بعد كده المخ بيبتدي يتخذ اشكال معينه علشان تناسب هذا التفكير. طيب احنا كده خلصنا البارافيليا، وايه بقى علاج البارافيليا؟ هو علاج بيهيفيورال بحت، بس في مشكله في علاج البارافيليا، ان البيشنتس في الاغلب ما بيعترفش ان هو عنده مشكله، بيبقى الموضوع بالنسبه له عادي ويقول يعني المشكله دي شويه رغبه، سواء بيطلعها سواء ما بيطلعهاش، بيقول لك انا كده طبيعي وهكذا. دي المشكلة في علاج البارافيليا، لكن once ان البيشنت اعترف ان عنده مشكلة وراح لسايكايتريست علشان يعالجه،
العلاج يعني نوعا ما ممكن يكون معقد برضو لأن البيشنت صعب يقتنع، بس بإذن الله يعني العلاج هيمشي ببساطة. مش كاتبين لكم أي تفاصيل عن العلاج، ولكنه بيتم عن طريق الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي. بحاول إن أنا أزرع أفكار جوه دماغه، بحاول إن أنا أسبريس البيهيفيورز بتاعة البارافيليا. مراجعة بسيطة على اللي احنا أخدناه في المحاضرة. احنا أخدنا النورمال سيكشوال سايكل بتاعة الإنسان، أول ستيج فيها كانت الأبتيتيف ستيج، مرحلة إن الواحد يجيله سيكشوال ديزاير، واتكلمنا عن الديس أوردرز بتاعتها، إن الواحد يحصل له سيكشوال أفيرجن ديس أوردر وكومون في الفيميل. تاني مرحلة كانت الإكسايتمنت ستيج، واتفقنا برضو بيحصل فيها ديس أوردرز، بتكون ديس أوردرز أوف سيكشوال أراوزل زي إريكتايل ديس فانكشن وهكذا، أو فيلير أوف فاجينال لوبريكيشن. تالت مرحلة كانت الأورجازميك ستيج، ودي برضو كان بيحصل فيها ديس أوردرز زي البريماتور ايجاكيويشن مثلا، او ليت اور ابسنس اورجازم. اخر مرحله الريزولوشن ستيج، ودي يعني الديس اوردرز اللي فيها نادره جدا وبتكون مرتبطه اكتر باشياء الاخلاقيات وهكذا. تمام. بعد كده اتكلمنا عن الايدنتيتي، الجندر ايدنتيتي ديس اوردر، وان في واحد ممكن يحب ينتقل الى الجنس الاخر ويتحول. وبعد كده اتكلمنا على البارافيليا، ان هي نسيت امسح البارافيليا، ان هي ديس اوردرز جنسيه مختلفه مختلة سوري، وصاحبها في الأغلب ما بيكونش عنده أي مشكلة فيها، وعلاجها لو البيشنت مش معترف بالمشكلة يبقى علاجها هيكون صعب. تمام يا شباب، واتفقنا بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق الليرنينج، الواحد بيتعلمها لأي سبب بقى بتخش دماغه، حد علمها له أو هو اكتشفها بنفسه وهكذا، بيحاول يعمل لها سبريشن، فالسبريشن بيقلب معاه بنتيجة عكسية، المخ بيربط ما بينها وما بين الأورجازم، فبيؤدي إلى إن البارافيليا بتكون انتنسيفايد. بس كده يا شباب، خلصت المحاضرة، محاضرة بسيطة جدا، وإلى اللقاء.